السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة مراد فيزا فاموس عبر اليوتيوب أو عبر التيك توك. خبر عاجل وسريع ومهم جدا. ابتداء من يوم السبت، يعني ابتداء من بعد غد إن شاء الله 7 سبتمبر 2024، المواعيد على مركز الدفع بيالاس وحران راح تفتح كل يوم على الساعة 8 مساء. كل يوم يكون فيه مواعيد جديدة أبارتير 8 مساء، يعني اللي يحتاج موعد كما راه مخاوتنا بزاف يحضر نفسه، ومن السبت 8 تاع الليل يقدر يدخل الموقع بإذن الله يشد موعد. نعاود نكرر، ابتداء من السبت 7 سبتمبر 2024 كما راه مكتوب ملاحظة هذه في الموقع الرسمي تاع بي ال اس، ستفتح المواعيد كل يوم ابتداء من 8 مساء بالنسبة لمركز الدفع تاع وهران. هذا خبر صار خاوتنا يدفعوا على مركز الدفع وهران. ما تنساوش خوكم مراد بالدعاء، وللوالد تاعو اللي مش مشترك في القناة يشترك، اللي مش مفعل الجرس يفعل الجرس باش يلحقوا كل جديد كيما هذا، وبارطاجيو لخوتكم يستفادوا معكم.